رعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رعى مراسم حفل توقيع اتفاقية تمويل إنشاء مباني مستشفى مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية بمملكة البحرين، والتي وقعت بين صندوق التنمية السعودي وجامعة الخليج العربي بحضور عدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي والأكاديمي في المملكة. وتأتي هذه الاتفاقية لتعلن عن بدء المرحلة الفعلية لبناء المدينة بعد أن وقع الاختيار على شركة الفوزان للمقاولات لتنفيذ مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، وقد حدد العقد مدة 30 شهرا لتنفيذ المشروع من تاريخ توقيعه، لتكون المدة المقدرة لجهوزية مستشفى مدينة الملك عبد الله الطبية للتشغيل في بداية عام 2022. وقد ألقى سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي كلمة أكد فيها أن إنشاء مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية على أرض مملكة البحرين بمبادرة ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه بتخصيص أرض لاحتضان هذا المشروع الكبير، يأتي امتدادا طبيعيا للنجاح الذي حققته جامعة الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذه المدينة الطبية التعليمية المتطورة ستشكل إضافة نوعية لمنشآت هذه الجامعة العريقة وللخدمات المقدمة فيها، وأن مملكة البحرين لن تألو جهدا في توفير كل ما من شأنه الارتقاء بهذا المشروع الكبير. وأضاف الوزير أن إنشاء هذا الصرح الطبي التعليمي الجديد يجسد ما بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أواصر المحبة والإخاء في إطار ما يجمعهما من تعاون وثيق ومصير مشترك وطموحات تجسدت عبر مراحل التاريخ المختلفة من خلال العديد من المشروعات والبرامج المشتركة، والتي من أهمها جامعة الخليج العربي التي تتشرف مملكة البحرين باحتضانها بوصفها نموذجا مشرقا للتعاون الخليجي المثمر الذي يأتي بدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. تحقيقا لرؤية طموحة لمستقبل قطاع الصحة في المنطقة، كان مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية نقطة بداية لمشروع حافل تتضافر الجهود لتضع لبناته واحدة تلو الأخرى، حتى وصل المشروع إلى مرحلته الرابعة وهي أحدى المراحل الاستراتيجية للانتهاء من المشروع. لا شك إنشاء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية سيسهم إسهاما كبيرا في مجال تقديم الخدمة التعليمية وأيضا التدريبية لأبناء الطلبة. هناك مستشفى مزود بكافة التسهيلات سيسهم أيضا في توفير وقت كبير للطلبة للتدريب تحت رعاية واهتمام أساتذتهم. لا شك أن هناك حوالي أكثر من 2500 طالب سوف يستفيد منها وغير التخصصات الأخرى. الجانب البحثي بيكون له جانب مهم، الأمراض التي سيتم معالجتها وتقديم الخدمة الطبية فيها متنوعة ومتعددة. مستشفى مجهز لأكثر من 282 سرير وغرفة عمليات، كل هذه الأمور ترفع الطاقة الاستيعابية. العمل على هذا المشروع الكبير تطلب جهدا حثيثا لبناء التصورات والتصاميم الهندسية والطبية الملائمة والتي تواكب أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الطبية والمباني العصرية لتشكل مدينة طبية متكاملة الأركان في جنوب مملكة البحرين. حيكون فيها مستشفى من 300 سرير، 288 الحقيقة، إضافة إلى 17 سرير في غرفة العمليات، وأيضا قطاع متكامل من الأشعة وقطاع متكامل المختبرات والصيدليات، جميع الخدمات الطبية. إضافة إلى ذلك بيكون فيه إن شاء الله مراكز بحثية متخصصة في الأمراض السائدة في منطقة الخليج العربي. المتوقع أن يشتغل في المدينة الطبية إن شاء الله تعالى في حدود 1200 موظف على الأقل، هذه في المرحلة الأولى في البداية، وهذه الوظائف بتكون أكثرها وأغلبها مطروحة لأبناء مملكة البحرين من المتخصصين سواء من أطباء أو الممرضين أو في الخدمات الصحية وأيضا في الإدارة. مدة تنفيذ المشروع تستغرق 30 شهر، تم البدء بالتنفيذ، وإن شاء الله سيكون في خلال عام 22 تم إنجاز المشروع إن شاء الله
قيمة المشروع كمرحلة أولى بحدود 68 مليون دينار بحريني، وقابلة زي ما وضح سعادة الدكتور خالد العوالي وقابلة للتوسع إلى 500 سرير. ساعة المستشفى حاليا 288 وقابلة للتوسع ليصبح 500 سرير. التعاون البحريني السعودي يضع لبنة جديدة في صرح التآخي والتآزر بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجال الصحي والأكاديمي، وذلك بهدف الارتقاء بمخرجات المملكتين التعليمية والطبية إلى أرقى المستويات على مستوى المنطقة. مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية مشروع استراتيجي ضخم يتوقع الانتهاء منه في عام 2022، وهو مشروع كبير يبشر بنقلة نوعية في قطاع الصحة في مملكة البحرين بشقيه الأكاديمي والعملي. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.